بتفاصل بتجيب حاجة بمية جنيه فصلت وساومت البائع جابتها بتسعين جنيه هتعطيها لجارة او صديقة او اخت لها بالمية ولا تديها لها بالتسعين؟ يعني ممكن تقول انا اللي فصلت فالعشرة جنيه دي تبقى بتاعتي، ولا زي ما اشترت تعطيها لها؟ شيخ الكريم، وخاصة انها ليست بتاجرة. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كانت وكيلة تذهب وكلتها من تشتري لها، فهذا المال الذي ساومت فيه وفاصلت فيه ليس من حقه، وإنما الوكيل ناصح. فهي تعطيها السلعة بالتسعين. أما إن كانت اشترتها لنفسها وليست وكيلة عن أحد واشترتها لنفسها بتسعين وأراد بعضهم أن يشتريها منها، فلا أن تبيعها بما